عن ناس اكو مجرمين بالمقابل بالكفه الاخرى اكو ناس ايضا مظلومين، واحنا واحنا معاكم نتبنى الدفاع عن المظلومين. خلينا قضيه المخبر السري قانونيا اذا تسمح لي، قضيه المخبر السري مو احنا اوجدناها وهاي الحكومات، المخبر السري من اوجد هذه السنه هم الولايات المتحده الامريكيه اللي مدى سنوات طويله من كانوا هم يحكمون بالدوله العراقيه. ليش ومن اوجد هذه القصه؟ مو نتذكر احنا كل زين بعد التاسع من نيسان من كانوا يريدون يطبون على اي شخص يجيبون وياهم مترجم لو احنا كنا غلطانين؟ خبوه هذا شغل المخبر السري.